احنا الان تنتواجدوا في محكمه ابتدائيه ديال اسفي في اطار الدوره الثالثه من القافله التواصليه اللي كتنظمها المؤسسه المحمديه للعمل الاجتماعي للقضاه وموظفي العدل بتنسيق مجاميع الشركاء ديالها، واللي الهدف من هذه القافله هذه هو الاتصال المباشر مع جميع المنخرطين تاع المؤسسه لتعريف بالخدمات والمستجدات المستجدات نتاع المؤسسه وكل ما 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 كل ما كل ما تقرر في 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 المجالس في المجلس المؤسسه كخدمات لجميع الفئات المنخرطين. هاد الخدمات راكم بلا شك عارفينهم، اللي تجمعوا للمجال الصحي، المجال السكن، مجال التعليم، واللي هذا الدور تاع المؤسسه اللي خصها تتلاقى مع المنخرطين ديالها مباشره باش يقدوا يجاوبوا على جميع الاستفسارات وجميع المسائل المطلوبه اللي يمكنهم يستافدوا منها. ودونك هذه مرحله من المراحل اللي كتبدا المؤسسه هذه في السنوات الاخيره، واللي ان شاء الله احنا في الاستمرار ديالها. اليوم رحنا في اسفي، بعد غدا ان شاء الله غادي نكون في الصويره، والاسبوع الجاي ان شاء الله غادي نكون في المناطق الجنوبيه على غرار اللي كانت في الاسبوع اللي في الشهر اللي قبل الماضي اللي كانوا في المناطق الشماليه والمناطق الوسطى. شكرا للمنابر الاعلاميه التي واكبت معنا هذا اليوم هذه اللحظه بطبيعه الحال من خلال حضور المؤسسه المحمديه للاعمال الاجتماعيه لقضاه وموظفي العدل في اطار قافله تواصليه من اجل الانفتاح على الموظفي وقضاه الدائره القضائيه الاستنافيه باسفي في اطار عمل مشترك مع باقي شركائها من منعشين عقاريين ومؤسسات بنكيه ماليه من اجل كذلك ايجاد شروط ديال انجاح الجانب الاجتماعي الذي ينصرف الى قروض السكن، ايضا خدمات اخرى تتعلق بالصحه والى ذلك من المواضيع ذات الصله بالحياه اليوميه ديال القاضي والموظف. اليوم كيحضر معنا مدير المؤسسه المحمديه للاعمال الاجتماعيه لقضاه وموظفي العدل المشكور مع طاقمه الاداري من اجل تقريب مختلف الخدمات اللي كتقدم هذه القافله التواصليه مع شركائها. حضر معنا مشكورا السيد الرئيس الاول، السيد الوكيل العام، السيد رئيس المحكمه والسيد وكيل الملك، ايضا السيد رئيس كتابه النيابه العامه وعبد الربي رئيس مصلحه كتاب الضبط، ناهيك عن باقي المتدخل الاخرين من نقابه الديمقراطيه للعدل وايضا وداديه موظفي العدل برئاسه السيد فهد زرهون باعتباره الرئيس الجهوي للوداديه. اليوم كان لقاء تواصلي كتنظمه المؤسسه المحمديه للعمل الاجتماعي لقضاه وموظفي العدل. الغايه من هذا اللقاء هو لقاء تحسيسي للموظفين لعرض جميع الخدمات المقدمه من طرف المؤسسه في جميع المجالات اللي كيحتاجها الموظف او القاضي، فيما يخص المجال الصحي، فيما يخص مجال السكن، فيما يخص مجال الرحلات، فيما يخص المجال الثقافي. يعني هناك مجموعه من الخدمات كتعرضها المؤسسه وكتحاول تعطي جميع المعلومات عليها بالتفصيل وكتقربها من الموظف بجميع حيثيات ديالها، لا في المجال السكن اللي لو كيقتضي بزاف ديال الشروحات، وكذلك في المجال الصحي اللي هو تيقتضي مجموع الصحات ونظرا للاهميه ديالو. الاعمال الاجتماعيه كتقوم بهذا العمل ديالها للنهوض بالمستوى المهني للقطاع ديال العدل.